TOS ML. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الوصفه ديال اليوم. ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوه بدون فرن، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديالي ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. كتجي هشيشه نتوما، غادي نخليكم باش تعرفوا على المقادير طريقة التحضير. غنحتاجو ان شاء الله في المقادير ديال هاد الوصفة، عندي هنا واحد 500 غرام ديال الكاوكاو اولا الفول السوداني اللي خديتو حمرتو وطحنتو حتى ولا بحال كي معجن. ممكن نطحنو غير شوية، يعني غير يولي منيل صافي بلا ما تحتاجو ان حتى يولي هكا معجن. غادي نحتاجو واحد جوج علب ديال البسكوي، انا درت علب كبار اللي طحنتهم، ممكن تستعملو اي نوع ديال البسكوي بغيتو. وعندي هنا نيس لي كراميل اللي خديتو، نيس لي عادي خديتو طيبتو 45 دقيقة في طنجرة الضغط حتى ولا ليا كراميل، ممكن تستعملو غير عادي لكن الافضل انكم ديروه كراميل كيعطي مذاق احسن. غادي نبدا بسم الله، غادي ندير الكاوكاو ديالي هنايا نزلو كامل، وغادي نضيف عليه البسكوي، وغادي نبدا نضيف شوية الكراميل، غنضيف غي شوية حتى نجمع العجين ديالي أولا الخليط ديالي. عاد غادي نعاود نزيد الكمية الأخرى، ممكن نبقى نضيف شوية بشوية، ومن الأفضل أنكم ديروا الكمية ديال هذا ديال الكاوكاو يعني كتر من البسكوي، لأن البسكوي كيكون حلو كذلك هذا النيس اللي تاهو كيكون حلو بزاف. باش ما تكونش عندنا حلاوه زايده، من الاحسن نديرو الفول السوداني، يعني يكون اولا الكاوكاو يكون الكميه ديالو اكثر من المكونات الاخرى باش يهرس لينا داك الحلاوه. وعادي الا كنا غادي نديرو الشوكولاط فهو غادي يزيد غادي يولي اكثر حلو، فنحاولوا نديرو شويه الفول السوداني يكون كثير باش كنحصلوا عليه يكون شويه ديال التوازن في الحلاوه. غادي نضيف مازال شويه، وانا كنجمع كنبقى نضيف غير شويه بشويه حتى نجمع باش كنحصل على خليط يكون متماسك. هنا من بعد ما جمعت العجين ديالي مزيان، هانتوما كنحصلو على العجين تكون متماسكه، كنقدرو نشكلوها كي بغينا مثلا الى هانتوما باش تعرفوا هاد الجمعات، كنقدرو نشكلوها كيفاش ما بغيناها. صافي دابا غادي ندوز باش نشكلوها. ممكن كذلك انكم تستعملوا هذا، تستعملوا الغبره ديال اللوز اولا البودره اللوز الا بغيتوها عوض ما تستعملوا الفول السوداني، لكن انا دائما كنحاول نعطيكم الاشياء اللي كتكون رخيصه وفي متناول يعني في متناول الجميع، وانتم كيبقى لكم على حسب الاختيار ديالكم اشنو بغيتوا تستعملوها. انتم كنقدر نشكل العجين ديالي كي بغيتها. غادي ناخذ واحد البلاستيك وغادي ندير فيه كميه من العجين ديالي، وداك اللي بقى ليا كنغطيه باش ما ينشفش ليا، وغادي ندير بلاستيكه وحده اخرى باش غادي نسرح هاد العجين ديالي. نحاول نسرح العجين ديالي بهذا الشكل. المهم ما تكونش رقيقه بزاف، كنخليو السمك ديالها شويه يعني غليظ على حسب يعني الحجم اللي بغينا الحلوى تجينا. كتهرس لكم شويه من الجنب معليش، غادي تبقى تكون لخر
في الحلوه ديالي كنطبعتها بهذا بهذا الطابع هذا. ممكن ديروا اي طابع بغيتو نتوما وطبعتها كذلك بهذا. ممكن ديروا نتوما الشكل اللي بغيتو ولا متوفر عندكم اي طابع عندكم متوفر ممكن تستعملوه. كنحاول نزلها بشويه نتوما صافي. غادي نكملها بهذه الطريقه. تنكمل هذه الكميه اللي عندي عاد هذه الشخصيه اولا اللي يعني اللي قطعت من هذوك الطوابع اللي طبعتها كنعاود نجمعها ونعاود نديرها نعاود نسرحها نجمعها مزيان بحال هكايا. نعاود نسرحها بالمدلك باش ندوز باش نشكلها ثاني يعني بهذه الطريقه بهذه التشكيلات اولا ندير اي شكل بغيت. لا غادي ندير شكل حدا اخر. غادي ناخد العجين ديالي غنكورها وغادي نديرها الطابع ديال المعمول باش كتعطيني الشكل زوين. دائما كنستعمل الميكا في الطابع كما كنقول باش سهل عليا يعني الحاجه تنزل ليا. كنضغط مزيان حتى كياخد ليا الشكل تاع المعمول ولا تاع الطابع. بكل سهوله كنحيدو هانتوما صافي. غنكمل بهذه الطريقه حتى نكمل هذه الكميه كلها اللي عندي. كنخليها مغطيه بحال هكا حتى هذه اللي طبعتها غطيتها باش ما تنشفش. من بعد ما كملت الكميه كلها اللي عندي ديال الحلوه غادي ناخذ الشكلاط غادي نذوبو الشكلاط الابيض والشكلاط الاسود. المهم على حسب نتوما اشنو بغيتو ممكن ديروا غير لون واحد غير باش كنزينو وخلاص. غادي نبدا نزين من بعد ما ذوبت الشكلاط. كناخذ هذا هذا الشكل هذا كنغطس ليه غير نصف ديالو بحال هكايا في الشكلاط وكنحطو على ورق الزبده باش ورق الزبده باش ما كيلصقش لينا داك الشكلاط على يعني البلاصه اللي حطينا فيها هاد الحلوه هادي. صافي غنبقى غادي بهاد الطريقه هادي حتى كنكمل هاد الشكل هذا اللي عندي. هاد الشكل هذا اللي على شكل قليب غادي ندير ليه نصو كحل ونصو بيض الشكلاط كحل وشكل بيض. غادي ندير نصف كحل حتى ينشف وعاد غادي ندير ليه نكمل بداك النصف الابيض. كنخليو داك الكحل حتى ينشف مزيان على خاطرو شكل اخر. غادي ندير ليه بحال هكا غنغمسو كامل في الشكلاط. حتى هاد الشكل تاهو غادي ندير ليه كل الشكلاط بالكحل. نحيدو داك الشكلاط الزائد وكنحطوه حتى كينشف. من بعد ما نشف لي داك الشكلاط اللي درت فيه نص كحل
غادي ناخذ هاد الشيء هادي ونعاود نغطسها في البيض شكل البيض هاد الشكل. ونخليه حتى ينشف ايوا هاد الشكل البيض كيبغي تعاودوه شحال من مره باش يلاه يجيكم اللون هو هذاك ماشي بحال الكحل. الكحل غير مره واحده صافي كيتلبس لينا يعني الحلوه ديالنا كامله. نخلي ساعتين ينشف ونعاودو المره الثانيه. نسال هذا الشكل غادي ندير لي خطوط بالشكلات البيض وغادي نقطعو نقطع درت الشكلات هنايا في الميكا غادي نقطع شويه وغادي ندير خطوط بهذا الشكل. نحاول نسربي قبل ما يبرد ليا الشكلات صافي. صافي غنخليه حتى يبرد عاد غنحيدو من اللاطا بطبيعة الحال كنكون خليتو حتى كيبرد داك الشكلات الكحل عاد كنديرو الشكلات البيض. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي كنقدمها لكم بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديالي ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش دائما تشاركوا في قناه شهوات امل اللي مازال ما اشتركش وكذلك تفعلوا زر الجرس باش توصلكم كل جديد ديالي وبالصحه والراحه.